أخواتنا الحاضرات مع حفظ الألقاب والمقامات والمناصب، أهلاً وسهلاً بكم، شرفتونا، حللتم أهلاً ونددتم سهلاً. إحنا إن شاء الله نبتدي بداية فقرات برنامجنا. أولى هذه الفقرات هي نستمع إلى آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا السيد حسين الهاشمي، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. المشيد الوطني الإيراني والعراقي. موطني موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبال في نبال والحياة والنجاة والهلاء والنجاة في هواء في هواء. هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما فليس لي يدان وليس لي أسلحة وليس لي ميدان. كل الذي أملكه لسان كل الذي أملكه لسان والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة والموت بالمجان. يا قدس ويا غزة يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة البلدان. الآن نبتدي فقراتنا مع عدد من المتحدثات الأستاذات الفاضلات. نبتدي الآن بكلمة الدكتورة كفاء الحسناوي فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. إيمانا بوحدة الصبر والكلمة التي دعا إليها الإسلام واستجابة لدعوة العقيدة إلى التواصي بالحق والتعاون، نعلن تضامننا المطلق مع المرأة الفلسطينية بجهادها ووقوفها ضد العدوان الصهيوني الغاشم. فقد كانت ولا زالت المرأة عبر التاريخ العنصر الملهم في كتابات الكثير من الإنجازات الإسلامية في ظروف السلم والحرب. إن التضامن مع المرأة الفلسطينية يعكس التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان ويساهم في خلق مجتمع أكثر عدلاً ومساواة. عندما نقف أمام المرأة الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 فنحن نبحر بسفر خالد من الشرف والكرامة والشجاعة والإباء والإخلاص لقضيتها. أصبحت المرأة الفلسطينية مصدر قوة للقضية
وليس ضعف ومصدر إنتاج لأجيال من المجاهدين والمجاهدات الذين بذلوا أرواحهم في سبيل التحرير. يجب أن يكون للمجتمع الدولي دور فعال في التعبير عن تضامن مع المرأة الفلسطينية ودعمها في مثل هذه الفترات الصعبة، والعمل على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة بشكل شامل. إن صبر المرأة الفلسطينية أيام العدوان يعكس قوتها وإرادتها في مواجهة التحديات والصمود في ظل الصراعات. إنما يستوقفني أمام هذا الصراع الشامخ هو حالة المقارنة الإيجابية بين صبر السيدة الزهراء عليها السلام على الظلم وصبرها وصبرهن، وبين تضحية أم البنين وتضحياتهن، وبين ملحمة كربلاء الحسينية الزينبية وملحمتهن، وبين أمل السيدة نرجس بالمنقذ وأملهن. دعونا نسلط الأضواء على هذه الملاحم الإنسانية والإسلامية في غزة، ونتعلم كيف نقاوم الظلم والطغيان أينما كان، وتبقى المرأة الفلسطينية رمزاً للقوة والصمود. وأذكر بقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا فإنكم الأعلون. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقف اليوم وقفة تضامنية مع نساء فلسطين، وإن شاء الله داعمين لهن ليس فقط في الكلمة، واستعدين إلى الذهاب إلى غزة لنصرتهن بما نستطيع إن شاء الله. وحقيقة المرأة العراقية، وبزود إن شاء الله الغيارة من رجال العراقيين، لم تتعرض لما تعرضت إليه المرأة الفلسطينية حقيقة، لأن العدوان الصهيوني الغاشم الذي يدعي بحقوق الإنسان هم وأمريكا للأسف هم الذين يعني كان الحيف الذي وقعت عليه المرأة الفلسطينية هو كان من قبلهم. أما بالنسبة للمرأة العراقية فقد مرت بظروف صعبة، ولكن تجاوزناها إن شاء الله. أن نجد أن المرأة الفلسطينية وما مرت به من محن منذ عام 1948 ولحد الآن، وقدمت التضحيات الكثيرة التي شبهتها بأنها كتضحية أم البنين عليه السلام عندما قدمت أربعة، وكذلك هي عبارة عن يعني ما تقدمه هذه المرأة الفلسطينية تضحيات لا مثيل لها، وإن شاء الله نحن معهن قلبا وقالبا. هذا اليوم التجمع يمكن بنظر البعض يكون بسيط، لكن أكيد أصداء قوية إعلاميا أكيد أكثر، وهذا يمكن أبسط شيء إحنا نقدمه للنساء الفلسطينيات والأهلنا في فلسطين. إن لهذه الوقفة يعني إحنا من باب التقدير والاحترام إن شاء الله للجمهورية الإسلامية لإقامتها هذه الندوة التي هي بمثابة وقفة مساندة للمرأة الغزية باعتبار ما جرى فيها من التنديد بهذا العدوان المتوحش والتكبير التي استهللنا به الندوة مساندة للمرأة في غزة. حقيقة أنا طالبت في الندوة، والآن أطالب عبر قناتكم الموقرة إن شاء الله، أن تكون هكذا ندوات على مستوى شعبي، لأن المرأة في المجتمع العراقي محتاجة إلى التثقيف عن أختها في فلسطين وما يجري عليها. يعني لا نحصر هذه الندوات وهذه الوقفات على مستوى المسؤولين. أحسنتم، الآن أنا قلت إنه رسالة أؤديها يعني أرسلها إلى المرأة الغزية أن تتخذ من المرأة العراقية انموذجا في الثبات والصبر وفي الجهاد، باعتبار أن كل ما يمر على النساء في غزة الآن قد مر على المرأة العراقية، وقد نجحت في الامتحانات وكان نجاحها فوزا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، سواء المجاهدات الموجودات الآن والذين يمارسن لحد الآن الجهاد، أو الذين كتب لواتي كتب الله لهن الشهادة فهن في فوز عظيم إن شاء الله. على الوطن العربي أساسا وعلى الدول العربية أن تتكاتف وتكاتف جهودها لإقامة مثل هكذا نشاطات لدعم المرأة الفلسطينية، لدعم القضية الفلسطينية. سبحان الله، اليوم الشعب الفلسطيني يشعر بأنه متفردا ومنفردا، هو وحده من تكبد عناء هذه الأزمة التي يمر بها، ولكن الشعب العراقي يبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل للشعب الفلسطيني نساء ورجالا. الآن تتفضل السيدة النائبة مهدية. تفضل، مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أولي القداسة والعصمة. السيدات الفضليات المحترمات، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ليست كلمة بقدر ما هي رسالة لوقفة تضامنية نوجهها من أرض العراق، من هذه القاعة المباركة، من قلوب النساء الفضليات وكثيرين من اللي عانين في هذه الفترة في العراق إلى نساء غزة. من أرض عراق الصمود والمقاومة، من أرض تكالبت عليه غربان الدكتاتورية والظلام والإرهاب، فأزهقت فيه أرواح بريئة وأريقت دماء زكية، طرزت أرض الوطن بأروع الملاحم البطولية، وظهرت فيه نساء صابرات حفرن أسماءهن على جبين الإنسانية والخلود. اعتلينا المشانق وملأنا الزنزانات بصرخات مدوية لإظهار الحق وإزهاق الباطل. أيتها الأخت المجاهدة في غزة الصمود والتحدي، تجمعني وإياك مشتركات كثيرة، فاسمحي لي أن أوجه إليك رسالة من أخواتك في العراق، واسمحوا لي أيتها الأخوات الفاضلات أن أوضح وأفصح عن رسالتنا إلى أخواتنا بكل فخر واعتزاز، ونحن نخاطب نساء غزة اللائي يتصدين بكل قوة وبسالة العدو الذي يحاول أن يقتل عزيمتهن وثباتهن باستهدافهن المباشر بالقتل تارة والأسر والنزوح، وقتل الأزواج وفلذات الأكباد تارة أخرى. الآن الرسالة. نساء غزة طاقات تفجرت لتغير مجرى التاريخ. أيتها الأخوات الصامدات، يا من ذقتن أمر العذابات والمحن، وسجلتن أسطورة الصمود، وحولتن السجون إلى جامعات وكليات للنضال الثوري، وخرجتن قيادات ملهمة بمستويات مختلفة، على عكس محاولات الاحتلال الغاشم لتحويل هذه السجون إلى مقابر. إن كن عواتك ورياحين في مواجهة الله، إن كن مرضعات الصبية حليب المقاومة والصمود، في وقت زمني لا يمكن أن يميز هؤلاء ظلام الليل عن نهاره بسبب الحمم والدخان والفزع الذي لا يدع للاجئين سنة ولا نوم. إليك أيتها الحاجة إنعام، تلك التسعينية الغزية التي عاشت النكبة الأولى طرداً وتهجيراً وهي في عز شبابها في العام 1948، ثم عاشت فصولها مرة أخرى العدوان الحالي، وقد احدودب ظهرها وبلغت من الكبر عتيا، ومع ذلك اضطررت أيتها المقاومة للسير مشياً على الأقدام ولمسافات طويلة متحدية الكثير من النكبات والمعاناة. إليكن يا من تمثلن منجم البطولة والفداء، وتتلقين أخبار استشهاد فلذات الأكباد بالحمد والزغاريد، وغرستن قيم المقاومة في الأجيال منذ نعومة أظفارهم التي تحفر الصخر وتواجه اللهب. وعلى تعاقب الأجيال ظلت النساء في فلسطين يهزن أسماءهن ويكتبنها على جبين الإنسانية والخلود، كما يروي الشاعر الفلسطيني توفيق زياد في ديوان الأم. لا تعذلي، يعني لا تلوميني، لا تعذلي، لولا حليبك في دمي ما شرف القيد الملوث معصمي، لولاه ما ضج الطغاة ولا شكا ليل العبيد ثوبتي وتقحمي. ولأن ليل العبيد كما يقول قادة المقاومة وأنصاره يتمزق أمام سطوة تلك المقاومة
والطغيان الإسرائيلي يتمزق بين الحين والآخر بأيدي المقاومين والعواتك الصابرات المحتسبات المجاهدات. وفي الختام أقولها وبكل فخر واعتزاز أنك كنت وما زلت وستبقين أيقونة الصمود والمقاومة ونضال لن ينتهي حتى تحقيق النصر وسحق العدو الصهيوني الدموي. وما النصر إلا من عند الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كانت لدينا وقفة تضامنية وضجت هذه القاعة بالكثير من النساء الفضليات اللائي صدحت حناجرهن ووجهن كلمات معبرة إلى أخواتهن في غزة، باعتبار أن المرأة في غزة لديها مشتركات مع المرأة في العراق. العراق عانى الكثير من الويلات ومن النزوح ومن القتل ومن التهجير، الآن تعانيه المرأة في غزة. هنالك انتهاكات في العراق للنساء والأطفال، الآن الانتهاكات موجودة لدى نساء غزة، والعالم ينظر دون حراك في حين أنه يؤدي ما عليه من حقوق الإنسان، لكن لا علاج الانتهاكات، بل يشارك في انتهاك حقوق الإنسان. كل الدول التي أسهمت بشكل فاعل في انتهاك حقوق الإنسان للشرائح الآن الموجودة في فلسطين. رسالتنا اللي نوجهها إلى الأخت في غزة أنك كنت وستبقين وما زلت أيقونة للمقاومة والنضال، أيقونة للجهاد. هذه المرأة التي حولت الجامعات وكليات للنضال وخرجت أجيال تقارع الظلم والطغيان في حين أراد لها الاحتلال الصهيوني أن تكون مقابر، ستكون المرأة في غزة مثل ما كانت المرأة في العراق، مقارعة للظلم للطغيان، وتعطي فلذات الأكباد وتواجه الأخبار لاستشهاد فلذات أكبادها بالحمض والزغاريد. هذه المرأة هي ليست مرأة عادية، هذه مرأة قوية بإيمانها بقوتها بحبها لبلدها. نعم ستبقين أيقونة الجهاد إلى أن يتحرر النصر، وما النصر إلا من عند العلي العظيم. إحنا أكيد نشجع هيك مؤتمرات وهيك ندوات، ونشكر أي مركز ثقافي يسلط الضوء على المرأة العربية بشكل عام. طبعا نساء غزة امتداد للمرأة العراقية، المرأة العراقية عانت معاناة من الحروب والحصار والطائفية وكل أنواع الظلم مرت به المرأة العراقية. حاليا احنا نحس بالمرأة الفلسطينية واللي تمر به لأن نفس المعاناة نشوف الصورة متكررة. نشكر أي مركز ثقافي وأي محفل وأي قناة فضائية تحتمل هذا الموضوع، وإن شاء الله احنا دائمين في دعم أي مرأة بالوطن العربي. أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد هذه الندوة الحوارية اللي تخللتها عدد من المداخلات وكلمات لعدد من الأستاذات حول مساندة المرأة للنساء في غزة نتيجة للظلم اللي تمر به النساء في غزة، هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. بالتالي هذا صوت للرأي العام العالمي للشعوب الأوروبية التي صورت لها حقوق الإنسان والديمقراطية بصور أخرى مثل ما نقلها الإعلام الغربي، لكن هي مفاهيم مغلوطة وغير حقيقية. نجد أنه انتهاك حقوق الإنسان واضح في غزة والكيان الصهيوني الغاصب ينتهك حقوق الإنسان، لكن دون حراك من الرأي العام العالمي ودون حراك من المنظمات الدولية. لذلك مثل هكذا ندوات هكذا ورش هي مهمة جدا لتسليط الضوء على المجازر والظلم وانتهاك حقوق الإنسان اللي تعاني منه المرأة والطفل وكبير السن في غزة من قبل الكيان الغاصب. طبعا ربما نتباهى في القرن 21 أنه قانون الحقوق والحريات التي يتمتع بها الجميع، ولكن عندما نحاول أن نستكشف تطبيقات هذا الواقع على المرأة الفلسطينية نجد العكس تماما، ونجد الكيل بمكيالين. أغلب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها هي تهتم بالشرائح الأكثر تضررا، تهتم بحقوق المرأة وحقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة. لم نجد أي صدى حقيقي في داخل كل الدول، حتى الدول التي تحاول أن تعترف بحق الدول في الدفاع عن نفسها، ولكنها بنفس الوقت لا تسلط الضوء على الظلامات الحقيقية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية، الأطفال، وربما حتى المدنيين الفلسطينيين. في هذه الندوة في غيرها من الندوات نحاول تسليط الضوء على مبادئ القانون الدولي الإنساني التي من المفترض أن تطبق في هذه النزاعات، وأنه من الضروري أن تطبق على الجميع بدون أي ازدواجية بالمعايير. الآن تتواصل معنا الدكتورة هدى المهادي لتلقي كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية أحب أشكر القائمين على هذه المناسبة. أعتقد أن التضامن مع المرأة الفلسطينية له خصوصية، لأننا نتضامن وبنفس الوقت نستمد منها العزم للتضحيات والفداء والاستمرار بالقضية. صراحة أحب أن أبتدي من مقولة أن القضايا التي تحملها نساء مؤمنات لا يمكن أن تموت. لذلك عندما نتحدث عن التضامن مع المرأة الفلسطينية، نحن لا نتضامن مع قضية نسوية بحتة، نحن نتضامن مع قلب القضية الفلسطينية النابض، فهي التي نقلت حب الوطن بالتواتر عبر الحكاية والرواية الشفهية إلى الأجيال، واستحضرت على الدوام تاريخ حراك الوطن الفلسطيني وكفاح شعبه المستمر بتفاصيله، كما أنها أم الشهيد وأختي الأسير، بل إنها في كثير من الأحيان كانت الأسيرة والشهيدة، فضلاً عن مساهمتها في كافة صنوف الأدب والعلم والفن المقاوم للاحتلال كذلك. عندما ننتقل من تجربة الحركة النسوية على مستوى الاجتماعي، أيضاً هناك على المستوى السجون، سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا يضيف للمرأة الفلسطينية صفة مميزة أخرى قد لا تتمتع بها الكثير من النساء. نحن نعيش في القرن 21، انتهى زمن الاحتلال ربما في كل العالم، ولكنه ما زال مستمر في فلسطين. لذلك المرأة الفلسطينية ما زالت تدفع الثمن قتلاً وأسراً وحتى في السجون الاحتلال الإسرائيلي. لذلك يعني خصوصية المرأة في السجون في الاعتقالات هي أكثر ألماً وأكثر معاناة، وتحمل في خصوصيتها بنفس الوقت مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني. شاركت وتشارك بدورها النضالي إلى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في نضالات الحركة الأسيرة. ورغم قلة المصادر، طبعاً نتمنى بالفعل بالإضافة إلى تضامننا أن نحاول أن نشجع مثل هذه الندوة والكثير من الندوات. هناك ضعف في المصادر التي تتحدث عن المرأة الفلسطينية، عن نضالاتها. لذلك جزء من التضامن هو أن نسلط الضوء على هذه النضالات، وأيضاً أن تكون هناك مصادر حقيقية تتوجه إليها جميع الأنظار. أقتبس لكم، ربما وجدت القليل من الكتب التي تتحدث عن نضالات المرأة. هناك كتاب بعنوان نضالات المرأة الفلسطينية، حمل عبارة أعتقد أنها عبارة جداً معبرة، وهي أن المرأة الفلسطينية هي امرأة متميزة عن كل نساء الأرض، لأن مهمتها تاريخية وتتخطى حدود الدور التعليلي كأم وراعية للأجيال، فهي ساهمت في تحويل النضال إلى صورة إيجابية وحفزت أبنائها للانتماء بقوة إلى وطنهم. لذلك نحن نتضامن أولاً وأخيراً مع طليعة الكفاح الوطني الفلسطيني وأيقونته. على الرغم من قلة الدراسات كما ذكرت، فإننا نحاول أن نسلط الضوء على نضالات يمكن ذكرت المتحدثة الدكتورة قبلي وذكر الكثير، وأيضاً ما زلنا نعتقد مع هذه الذكر نحن نغمط الكثير من حقوق المرأة التي لديها مساهمات ربما لا يستوعبها حتى العقل البشري. نتضامن مع امرأة تناضل منذ عشرات السنين خارج حدود الشرعية الدولية. نعلم أن قانون حقوق الإنسان، أنا متخصصة في حقوق الإنسان، الشيء الأساسي الذي قامت عليه منظومة الحقوق في كل العالم هو الاعتراف بحقوق الشرائح الأضعف، المرأة والنساء والأطفال عفوا. لذلك عندما يكون هناك حديث في كل أروقة الأمم المتحدة عن المرأة، الكل يستمع. مع الأسف نجد أن المرأة الفلسطينية هي خارج نطاق هذه الشرعية، هذه القوانين التي وجدت لحماية هذه الشريعة، ربما الشريحة عفوا، ربما لا تشمل في كثير من الأحيان المرأة الفلسطينية. اسمحوا لي أن أقتطع لكم بعض المفاصل في الاتفاقيات الدولية. مثلا في المادة 76 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف لعام 77، هناك نص يقول يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص. أيضا حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات أثناء الحروب والصراعات، هذا ما تضمنه قرار 1325، وهو من أهم القرارات التي تتحدث عن المرأة في النزاعات المسلحة. نجد أن هذا القرار مفعل وهناك لجان في كل دول العالم، ولكنه مسكوت عما يحدث للمرأة الفلسطينية. أيضاً إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974 ينص يجب على الدول المشاركة في نزاعات مسلحة أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب،
صراحة عندما نرى هذه يعني هذه النصوص وهذه الاتفاقيات التي لا يتفق عليها اليوم كل دول العالم قاطبة، نجد أن المرأة الفلسطينية هي محرومة من هذه التطبيقات لحقوق الإنسان وكأنها استثناء من هذه التطبيقات. بالتالي هذا الواقع لم يكن بعيدا عن نضالات المرأة العراقية. نحن اليوم عندما نتضامن مع المرأة الفلسطينية نحن لا نتضامن من بروج عاجية. المرأة الفلسطينية في التاريخ الحديث العراقية عفوا في تاريخنا الحديث والمعاصر عانينا الكثير، عانينا الحروب وعانينا ويلات الاحتلال الداعشي، وتعرضت المرأة العراقية للأسر وتعرضت أيضا لكثير من الويلات الكبيرة. لهذا عندما نتضامن مع المرأة الفلسطينية نحن ندرك عمق المعاناة النفسية التي تعانيها المرأة. وتعلمون أنه عندما تكون هناك نزاعات أو حروب فإن المرأة هي يعني المتأثرة الأكبر، بالتالي حتى تعاني مرتين، مرة باعتبارها جزء من هذا المجتمع والمرة الأخرى باعتبار أن المجتمع الذي يتعرض أو الرجل أخيها الرجل الذي يتعرض لكل صنوف التعذيب والقهر بصراحة نفسيا بدون أن لا يشعر يأتي ليمارس هذا العنف والقهر الذي يتعرض له المجتمع على ضحية أضعف. في الغالب العام تكون هذه الضحية هي المرأة والطفل. لهذا المرأة الفلسطينية تعاني الاضطهاد بشكل مزدوج، القهر المجتمعي وأيضا حتى جزء من بنود القهر الاجتماعي. وأخيرا بالتأكيد هذا اللقاء هو أكيد جزء من مجموعة نتمنى أن تستمر، أن لا تنقطع عند هذا الاجتماع، أن نستمر حتى وإن كان بصورة فردية. كل امرأة اليوم هي منبر، هي منصة تدافع فيها عن أختها الفلسطينية. بالتأكيد لا يمكننا في كلمة على عجالة الحديث عن كامل تجربة ومعاناة المرأة الفلسطينية التي تحتاج إلى رفع راية التضامن لإيصال صوتها إلى كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية لتأخذ هذه الأيقونة مكانتها التي تستحق وتكرم في هذه المحافل جميعا. سلاما لكل النساء اللواتي حملن القضية، ونفخر باللقاء اليوم بهذه النخبة التي تعي أهمية سلاح الإعلام كسلاح يوازي سلاح المعركة. شكرا جزيلا.